زي ما البطولة دي برضو حصل فيها كده نقدر ان احنا نرجع فيها بسهولة. وزي ما قلنا يعني النهاردة بداية جديدة، النهاردة بداية للمنتخب، هنقول بقى هيبدأوا على صفحة كده بيضة جديدة. عندنا خصم قوي وخصم زيه زي بنقول تاريخه زي مصر، ولكن احنا أقوى وبروحنا وباللعيبة اللي عندنا والفورم بتاع اللعيبة والسكواد القوي اللي مليان أسامي ده، والموسم الحالي اللي احنا مقدمينه هو أقوى من أي منتخب موجود في أفريقيا. لو احنا صدقنا ده، لو احنا نزلنا المباراة لعبنا على ان احنا جايين ناخد الكاس، ده هيحصل يا جماعة. ماتش كبير قادر ان هو يرجعك، وتقدر تبعت من خلاله زي ما قلنا رسالة لكل منتخبات أفريقيا ان النجمة الثامنة هتكون موجودة ان شاء الله جوه مصر، وهي مجرد مسألة وقت ان شاء الله. احنا مصر، احنا اللي مسطرين تاريخ القارة الأفريقية، فلاعيبة مصر انزلوا الملعب ما ترحموش حد، هين نفسك على كل كورة لان دي اهم بطولة في حياتك، ودي اللي تاريخنا على فكرة هيفضل فاكر كل واحد فيكو بيها. فاحنا بنتمنى النهاردة ان شاء الله كل التوفيق للاعبتنا وللمنتخب الوطني ان شاء الله النهاردة في مباراة غانا، وعندنا ثقة كبيرة جدا في اداء الفريق ان شاء الله النهاردة هيكون فوز كبير لمنتخب مصر ان شاء الله.